إلى شبه طبيعتها في الكويت وسط أنباء باحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بداية عمل المؤسسات الحكومية في الكويت. ولدواعي الأمن والسلامة أوقفت بورصة الكويت تداولات في السوق الأول، وذلك في ضوء تراجع لمؤشر السوق بلغ نحو 10%، إذ أغلقت قاعة التداول الرئيسة وتم إجلاء كل مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات وحرصا على سلامة الجميع. طبعا أنا تواجهت مثل غيري، دشينا السوق ولا مغلق، حتى أنا في عندي شيء بغيت أبيعه ولا حتى ما أقدر أدش داخل مثلا. كل هذا أمر تعالية من صناع السوق ومن أصحاب الصناديق، فالأمر لا يوجد في خطورة والأمر راح يرجع مثل ما كان. ومع دخول الأزمة يومها السابع، أكدت وزارة الصحة أن جميع المصابين بالمرض في مراكز الحجر الصحي بصحة جيدة ويتلقون كامل الرعاية والمتابعة. كل الحالات اللي عندنا لينكت، يعني متصلة في حالات جتنا عن طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فما عندنا حالات انتقلت من الأشخاص هذولا إلى أشخاص في الكويت إلا حالتين كانوا مخالطين لهم، وتم عزل الجميع بطريقة مهنية وبعيد عن باقي الشعب، وبإذن الله لمدة أسبوعين. فريق منظمة الصحة العالمية وصل في وقت سابق إلى الكويت وأشاد بالإجراءات الحكومية بالتعامل مع تفشي الفيروس والعمل على احتوائه، فيما ألغى مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمناقشة كورونا، وطالبت وزارة الصحة من المواطنين والمقيمين بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم السفر بالوقت الحالي. وتسببت موجة الخوف من كورونا بخلو الأسواق الكويتية من الكمامات نتيجة لارتفاع الطلب عليها. محاصرة تفشي فيروس كورونا في البلاد هو التحدي الذي تواجهه الحكومة الكويتية التي تسعى جاهدة لوقف انتشار المرض بعد عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد عطلة الأعياد الوطنية. راشد العيد، العربي، الكويت.